خبر اليوم خبر حصري للجزيرة الرياضية. المنتخب الجزائري سينتقل إلى جنوب أفريقيا من دون اللاعب مراد مجني الذي كما تعلمون يعاني من إصابة منذ مدة في ركبته. تم اتخاذ القرار اليوم. مراد مجني التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد محمد روراوة، أبلغه القرار، أفهمه بأن الأمور تعود إلى ركبته وإلى صحته أيضا، وبأنه في هذه الحالة الصحية لا يمكن له الانتقال إلى جنوب أفريقيا. We'll be right back.
جانا اولا جا ميغني ومن بعد زاد الحكايه يبدا يعني زاد ارتفع المستوى تاع المنتخب وخاصه مع مراد ميغني. دونك سي دوماج اللي جاو لي بليسير هذوما. انا نظن 15 سنه هادو او هاد السياسه اللي يجيبوا لاعبين من هنا نظن احسن لاعب اللي جابته الجزائر ونخافوه من الخارج. الطاقم الطبي إذن في المنتخب الجزائري لكرة القدم اتخذ قراره لإبلاغ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة لقرار الطاقم الطبي وأيضا الفني للمنتخب الجزائري بقرار عدم المغامرة والمجازفة أيضا بمراد ميغني في هذا المونديال.